بصبح عليكم مرة تانية، ودلوقتي يجي معادنا مع التفاصيل الخاصة بدرجات الحرارة وحالة الطقس. هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس هيكون حار نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. بالليل الجو هيكون معتدل على كافة الأنحاء، وكمان في نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وجنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد. خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن حالة الجو النهاردة من الدكتورة نهار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور، وكل سنة وحضرتك طيبة. صباح الخير على حضرتك أستاذة لميا، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين، وكل سنة وحضراتكم طيبين وبخير يا رب. طمنينا بقى عن حالة الطقس النهاردة، وخصوصا أن في نشاط للرياح، هل الرياح دي محملة بالأتربة ولا الدنيا بسيطة وهادية؟ لا، الحمد لله الأجواء مستقرة بشكل كبير في أغلب المحافظات، بنستمر في درجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام. عظمى على القاهرة الكبرى هتكون 34 درجة مئوية خلال فترة النهار، يعني الأجواء خلال فترة النهار فيها زيادة لنسب الرطوبة في الجو، يمكن ارتفاع نسب الرطوبة هو ده العامل المهم جدا اللي بيخلينا نحس ان في ارتفاع في درجات الحرارة خاصة فترة النهار، لأن نسب الرطوبة بتزود إحساسها بارتفاع درجات الحرارة بدقيقة تتراوح من درجتين لثلاث درجات، ممكن أحيانا توصل لأربع درجات في بعض المحافظات، عشان كده فترة النهار بنحس بالطقس الحار الرطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية للبلاد. هيكون طقس كمان شديد الحرارة في جنوب البلاد، شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء، ده خلال فترات النهار. هنلاحظ كمان زيادة فترات سطوع أشعة الشمس خلال فترة النهار، وده ممكن يزود إحساسنا بارتفاع درجات الحرارة. لكن خلال فترة الليل، مع دخولنا في فترة الليل وخاصة في ساعات الليل المتأخر فترة الصباح الباكر، بيحصل انخفاض في درجات الحرارة بنحس بيه في ساعات الليل المتأخر. الأجواء هتكون أجواء معتدلة تماما في أغلب أنحاء الجمهورية. كمان اليوم هيكون في نشاط للرياح فترات النهار وأيضا فترات الليل. نشاط الرياح ده غير مثير لأي رمال وأتربة، فقط هيساعد على تلطيف الأجواء وخاصة فترات الليل وفترات المساء، يساعد على تلطيف الأجواء بشكل كبير في أغلب المحافظات، لأن نشاط الرياح ده موجود في كافة محافظات الجمهورية، سرعته بتتراوح ما بين 30 35 كيلومتر على الساعة. بالإضافة كمان متوقع تكون شبورة مائية خفيفة على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية. الشبورة المائية دي بتظهر في الصباح الباكر وساعات الليل المتأخر، لكن هي سرعان ما بتتلاشى مع سطوع أشعة الشمس، يعني تقريبا نقدر نقول الساعة 7 صباحا تبدأ الشبورة المائية في التلاشي، ما بتأثرش تماما على حركة المرور. كمان حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط معتدلة، البحر المتوسط مؤهل لكافة أعمال الصيد والملاحة البحرية وأعمال التنزه. البحر الأحمر أيضا معتدل، لكن نخلي بالنا من التعمق داخل البحر الأحمر، لأن هو ارتفاع الأمواج بيتجاوز 2.5 متر، فناخد بالنا، لكن الأمور مستقرة بشكل كبير في أغلب المحافظات. اليوم وخلال كمان الأيام المقبلة إن شاء الله، يمكن حتى مطلع الأسبوع القادم، هيكون متوسط درجات الحرارة على القاهرة الكبرى ما بين 33 ل 35 درجة مئوية، دي المعدلات الطبيعية، هنحسها لو تكون 37 أو 36 درجة مئوية، يعني هنستمر في الأجواء الحارة الرطبة فترة النهار، فمهم جدا ناخد بالنا من التعرض المباشر لأشعة الشمس فترة الظهيرة، تحديدا من الساعة 12 الظهر للساعة 3 4 العصر. الفترة دي اللي بنسجل فيها أعلى درجة حرارة على مدار اليوم كله، فبقدر الإمكان لو أنا حابب أخرج فترة الظهيرة يكون معايا رسائل للرأس الشمسية أو كاب، أي شيء يحميني من أشعة الشمس المباشرة، بالإضافة كمان نتناول قدر كبير من المرطبات والسوائل، بس المية تبقى موجودة في إيدي على مدار اليوم، ده شيء مهم جدا، قدر الإمكان نبقى موجودين في أماكن جيدة التهوية، ده هيساعدني على عدم إحساس بنسب رطوبة، لكن نأكد الأمور مستقرة بشكل كبير تسمح إن احنا نستمتع بالأجازة في عيد الأضحى المبارك. بشكرك في النهاية، شكرا جزيلا للدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. ودلوقتي مشاهدينا تعالوا نتابع درجات الحرارة المتوقعة النهاردة، ونبدأها بالقاهرة العظمى فيها 34 والصغرى 23، العاصمة الإدارية 35 23، اسكندرية 29 22، العالمين الجديدة 29 22، مطروح 28 21، ودمياط 30 21، بورسعيد 31 22، الإسماعيلية 34 23، السويس العظمى فيها 33 والصغرى 23، العريش 30 22، كاترين 32 16، وطابة 34 26، حلايب 35 27، وشلاتين 38 28، شرم الشيخ 38 27، الغردقة 38 28.
الفيوم العظمى فيها 34 والصغرى 23، بني سويف 34 23، الوادي الجديد 38 28، أسيوط 36 24، سوهاج 36 25، قنا 38 26، الأقصر 39 27، وأخيرا أسوان العظمى فيها 40 والصغرى 28. دي كانت درجات الحرارة المتوقعة النهاردة، ودي كمان تعليمات هيئة الأرصاد الجوية. ومرة تانية هنروح لأحمد وجمال نكمل معهم باقي فقراتنا. شكرا لك يا لميا، والشكر موصول لدكتورة منار غانم.